لطالما كان الشباب نبض الشارع ومحركه الأول والشرعي في جميع المناسبات، ولعل قيام الثورة السورية كان انطلاقا من وعيه ويقينه بأن الثورة من غير الممكن أن تنجح دون مشاركته الفعالة فيها، والتي كان آخرها ائتلاف سمي بائتلاف الشباب الثوري في ريف اللاذقية. أحد القائمين على التظاهرة يحدثنا بأنه كان من أوائل المؤيدين للحراك السلمي، إلا أن بطش النظام ونيرانه الهمجية لم تبقي للسلمية مكانا بعد أشهر من قيام الثورة. نحن لم نحمل السلاح حبا في القتل، وإنما جبرنا هذا النظام الغاشم على حمل السلاح لأننا كنا نخرج هكذا سلميين وعاري الصدور، وكنا نجابه الرصاص. بالرغم من مرور سنة ونصف وأكثر، إلا أن الحماسة لم تغب عن أحد مؤسسي هذا التجمع، لكن ازدادت إصرارا لإسقاط نظام بات وجوده محضا من خيال لا منطق يبرره. احنا بما ان طلعنا ب 25/3 طلعنا عفويه، فما عندنا اي تبعيه ولا اجنده ولا تعميل لاي حد. نحن شباب 25/3 خرجنا من اول يوم، بفضل الله بقينا مستمرين لحد الان. متطلباتكم من شباب الثوره، من شباب ائتلاف الثوره؟ نحن متطلباتنا هي دائما انه يبقوا على العهد اللي قطعوه للشعب، وانه هم انطلقوا من بين صفوفنا، وانه كانوا هن الاوائل اللي انطلقوا بالثوره السوريه، يبقوا حافظين لها العهد اللي قطعوه، حافظين للشعارات اللي اطلقوها، ويكونوا فاعلين حقيقيين وقادرين. ونحن نعادهم ان نبقى الزراع الاقوى الذي يحقق لهم امنياتهم، ونسير معهم جنب الى جنب الى تحقيق امنيات الشعب السوري. اعلام الثوره رافقت شعارات الائتلاف مرفوعه فوق احد المباني، مؤكدين بذلك على استمرارها وايمانهم بانه لا مجال لنجاح الثوره دون صفوف تجمع رؤاهم وافكارهم في مسار مستقل موحد في سوريا الجديده.